التواصل الاجتماعي لازم الفنان يعمل كثير توازن، ما كثير يستهلك نفسه ويستهلك حاله ويحرق حاله على التواصل الاجتماعي، وبنفس الوقت ما بيقدر يغيب. يعني نحن التواصل الاجتماعي، انا شخصيا بستعمل التواصل الاجتماعي لوصل شغلي، اذا عندي اغنيه جديده، عمل جديد، دعايه لحفله، بستعملها اكثر هيك. بس ما بخبي عليكي انه لانه دائما صار في هلا تيم ورانا بيوجهنا، بيشتغلوا ماركتينج، اوقات مضطرين نستعمل بعض الامور لانه اوقات الصفحه بتموت. يعني اذا انا كل 4 اشهر بدي انزل اغنيه، بدي بس كل 4 اشهر تكون اكتف السوشيال ميديا تبعي، صفحتي بتموت. فلازم اوقات بينطلب منا انه نعمل قصص يوميه. بس هون بترجع لشخصيه وهويه كل فنان. انا بعتقد كل واحد صفحته بتشبهه. يعني مثلا بتحسي اذا فنانين كثير اهتمامهم المظهر، بيركزوا كثير كل يوم على هدومهم ثيابهم بيصوروها، اذا حدا اهتمامه الفن بيركز على هالشيء. هون بتقدري تعرفي شخصية كل واحد وهويته. مطلقة ما بعتقد كنت غنيتها لأنه ما بحب الناس تحس مباشرة يعني كأني عم بستدعي إنه يتعاطفوا معي أو يشفقوا علي أو يشفقوا على الحالة اللي أنا فيها. بس حبيت مش ضروري الفنان دايما يغني موضوع يكون هو عم بيعيشه أو عم بيعاني منه، حلو يكون عنده كمان إحساس مع الآخرين، مع المحيط اللي بعيش فيه. المطلقة هي تعتبر صرخة، ما بعتبرها أغنية. عبرت عن جزء كتير كبير من النساء بالعالم العربي، للأسف لحديد اليوم بعضهم مهمشات وفي نظرة إذا بدك دونية للمرأة بعد المطلقة. بس تقلي إنه تنحط بالنايت كلوب بألمانيا عم نسمعها وبلبنان، يعني لا صدمة لإلي صراحة. لا هذا آخر شيء كنت يعني في عندي أغاني دانس ما نحطت بكلوب، بس المطلقة تنعمل ريميكس وتنحط بنايت كلوبز بأوروبا كان شيء كتير غريب. يعني لتشوف إنه لما يكون شيء كتير ايموشنال، يعني في كتير ايموشن احاسيس بتدقر العالم ممكن ينسمع وين ما كان. اول شيء بالنسبه للمسرح، المسرح بدمي. يعني اكثر تساليني شو اكثر شيء بحبه، انا بحب المسرح والتمثيل والتمثيل الغنائي. بس كمان الفرص قليله، يعني كمان بعتقد الوضع الاقتصادي بالعالم العربي ما عم بيشجع منتجين او سبونسرز حتى نجيب لبنان حتى انه يفوتوا بعمل مسرح جديد، عم بخافوا. بالنسبة للشق الثاني، التوازن بين النوع فنان مثقف ومثقف بين ايه؟ حضرتك كيف يخلق التوازن بين ما يجب الجمهور و... صعب التوازن لقلي فيه صعب. كتير صعب انه واحد يكون عنده سيطرة على حاله وما ينجر وما يتبع السوق. بده يكون فعلا مآمن بالشي اللي بده يقوله، بده يكون فعلا مآمن باللي عنده اياه وبالشي اللي بده يقوله، ويكون عنيد. يعني يكمل ما يستسلم، ما يخاف انه يي ما عم بعمل مثل غيري او اغنيتي ما بيشبهوا غيري او فيش معلش كمل. طالما في ناس عم بيوصل لاحساسك عم تدقرهم، يعني انت ماشي بالخط الصحيح. وبدي هي ما في انسان بيقدر يعمل شيء فيك مزيف. الحمد لله انا يعني معودة إني من فترة للتانية أقدم أغاني فيها قضايا إنسانية، بحس هذا بيخلي الفنان يعيش وبيخليه يكون مع الوقت خالد، لأنه الأغاني الترفيهية بتنتسى بتعمل هيت 6 أشهر بعدين ننسيها.